بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله الكورس بتاعنا Foundations Engineering 2، وإحنا بنتكلم في شابتر 6 على اللي هو موضوع الخوازيق. ونهاردة الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه اللي هو Types of Piles. إحنا خدنا في الجزء الأولاني إيه تعريف البايل Foundations أو دي Foundations، وإيه تعريف البايلز، وامتى امتى بنفكر ان احنا نعمل خوازيق في الاسات بتاعتنا. النهارده هناخد بقى انواع الخوازيق. طبعا انواع الخوازيق ديت موضوع كبير شويه، بس هنتكلم فيه باختصار شويه. يعني هنتكلم على انواع الخوازيق طبقا لايه؟ طبقا للماده بتاعه الخازوق نفسها، طبقا لاسلوب الانشاء بتاع الخازوق، طبقا للميثودز اوف لودز الترانسفير بتنقل الاحمال ازاي للتربه، طبقا للفانكشن بتاعه البايل يعني الخوازيق وظيفتها ايه، طبقا للشيب الشكل بتاعها، وطبقا لمين للسايز او المقاس بتاعها. فلو اتكلمنا اول حاجه انواع الخوازيق طبقا للماتيريالز، فاحنا عندنا ثلاث انواع اساسيه من الخوازيق بتاعتنا. عندي كونكريت خرسانه، وفي عندي تمبر اللي هو الخشب، وعندي الستيل اللي هو الحديد. بالنسبه للخرسانه بنقول ابريشيت where homogeneous soil conditions allow driving to specific lengths. يعني ايه؟ يعني انا عندي تربه ومتجانسه التربه ديت، فممكن ابتدي اخترقها فاهمني ازاي لعمق معين ممكن نعمل الكونكريت، لكنها not appreciate لايه in upper midwest due to a variable soil conditions. الفاريبل مين؟ لينس. يعني في مشكله فيها لو انا عندي ايه الاطوال هتبقى مالها مش متساويه. لكن عموما هو ده اكتر نوع بيشتغل دلوقتي في السوق عموما، يعني السوق البرة شغالين كلها خرسانه مسلحه. في التمبر طبعا هي كويسه لمين؟ كباستي لز ابروكسيميت 50 او 20 طن، يعني ما بتقدرش تشيل. طبعا ده خازوق مصنوع من الخشب، فطبعا مصنوع من الخشب هتلاقي ما بيتحملش احمال كبيره جدا اقل من 25 طن. برضك طوله ما يعني ما المفروض ان هو ما يزيدش عن 60 فيت الطول بتاعه دوت، عشان ما يحصلوش ممكن يتكسر. ده خرسانه اسف ده خشب. بروتكتد فروم روتينج اباف جراوند، طبعا لازم اخلي بالي ان ممكن الخازوق ده محطوط في التربه وفي ميه، والميه مع الخشب انت عارف لازم هيحصل له ايه، ممكن ياكل الخشب، فلازم احمي الخازوق اللي هو مصنوع من الخشب دوت. اما بالنسبه للستيل ففي عندي اللي هو الاتش باي اللي هو بيبقى على شكل اتش، او ساعات بيسموه اي. بتقول good choice when driving to a bedrock or deep penetration. طبعا عندي دي ايه ممتاز جدا لو انا عندي ايه عايز ابتدي احفر في مين؟ في طبقة من الصخر وفي عمق كبير فيها. بس في مشكلة هنا ان هي limited uplift capacity، يعني لاحظ ان هي شكلها او القطاع بتاعها بقى ماله صغير، فالقوة اللي تحت مالها هتبقى الابليفت بتاعتها صغيرة. البايب بايلز يعني ده ممكن يبقى على شكل مين؟ ماسوره، ماسوره ستيل، بتبقى هاير كاباسيتي بير يونت لينث ذات مين ذان الاتش بايل. يعني طبعا الكاباسيتي بتاعه البايب اكبر من مين؟ من الاتش بايل. ماي نوت دريفن از ايه ديب از، طبعا وبرضك ما ينفعش ان انا ايه ابتدي احطها زي ايه الاتش بايل في الاعماق الكبيره. يعني الخلاصه بتاعت الموضوع ده ان احنا غالبا شغلنا في الكورس ده هنبقى شغالين على الخرسانه المسلحة. طيب لو هنبتدي نتكلم برضك تصنيف الايه الخوازيق، بس طبقا لايه؟ للوظيفة بتاعت الايه الخازوق بتاعي. طيب فممكن الخازوق بتاعي يكون ماله compression pile، يعني خازوق بيتحمل قوة ضغط، او tension pile، او ساعات بيسموه anchor pile، يعني بيتحمل قوة شد. يبقى عندي compression وعندي ايه tension. طيب بنقول الcompaction pile ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن granular soil، بمعنى very loose sand can be compacted by driving the piles at one place then are pulled out and driven at the next place. In this way sand is densified. يعني ايه الكلام ده؟ بعض الحالات انا عندي الارض اهيت وفي مشكلة هنا في مين؟ في الارض، ان الرملة اللي هنا رملة مالها مفككة، رملة مالها مفككة. فبعمل ايه؟ ببتدي ادق خوازيق. لما تيجي تدق الخوازيق ده يعمل ايه في التربه اللي هنا ديت، او الترب الرمله اللي هنا؟ يبتدي يحصل لها دينسفيكيشن، وبعدين اطلع الخازوق واحطه في حته تانية، فايه اللي يتحصل للتربه ديت؟ يحصل لها سويل ستابلايزيشن زي ما خدنا في كورس السويل ستابلايزيشن. في كمان الفندر بايلز ده يوزد ايه نير السير بارت تو بروتكت الايه هاربور جاست تو ايه ابزورب ذا امباكت اوف مين فلوتنج اوبجكت. ده بيبقى دايما على اللي هي
الاجزاء اللي فيها الامواج واللي فيها الميه، ده بيسموه الفيندر بايل. وفي الباتر بايلز، الباتر بايلز ده اللي هو خازوق، ماله خازوق مايل. الخازوق المايل دوت طبعا ليه دراسه كبيره، بس ممكن احنا حسب وقت الكورس بتاعنا هندي ولا لا. ده بيبقى فيه ميل بيدي ثبات لمين؟ ان يحصل اوفر تيرنينج. عارفين الاوفر تيرنينج ان بيحصل ده عايز نتيجه اللودز اللي هنا مثلا، عايز مومنت كده، فممكن ابقى عندي هنا تنشن وعندي كومبريشن، فببتدي اعمل الباتر مين بايلز. خلي بالك ده كله عباره عن انواع الخوازيق طبقا للوظيفه بتاعتها، كومباكشن تنشن كومباكشن دي كومبريشن اسف كومبريشن وتنشن، وفي كومباكشن بايل وفي الفندر بايل وفي الباتر وفي اخر حاجه اللي هي الشيت بايل وول. دي بنستخدمها ليه؟ بنستخدمها عشان نسند التراب بتاعي. لما باجي احفر ببتدي عايز اسند هنا حاجه، فبعمل الشيت بايل وول بتاعي. طيب لو صنفنا الخوازيق بتاعتي طبقا للشكل بتاعه، شكله بيبقى ايه؟ ممكن يكون راوند دائري، وممكن يبقى سكوير، وممكن يكون اوكتانجل، وممكن يبقى الاي شيب زي ما احنا قلنا الاتش. ستريت بايل، ستريت بايل يعني خازوق عدل كده. اما التبر اللي هو بيبقى ماله لشكل قدامك ده. وفي بيل بوتوم بايل بيبقى جاي كده وبيبقى فيه تحت هنا بيل قدامي هنا. وفي سكرو بايل اللي هو بيبقى شكله عامل زي السكرو اللي هي انت شايفه قدامك. يعني انا في عندي فيه حتى الستيل بايل كروس سيكشن ممكن يبقى بالشكل ده، اكس كروس سيكشن، وممكن يبقى اتش اللي احنا قلنا الاي، او الستيل بايل اللي احنا اتكلمنا على الانواع بتاعته. طيب لو قلنا التصنيف بتاع الخوازيق بس بناء على ايه؟ السايز بتاعه، القطر بتاعه. لو لقيته اكبر من 24 انش يعني 24 بوصه، لا ده بيسموه لارج دايامتر بايل، يعني خازوق ذو قطر كبير. اما لو كان من 6 ل 24 ده يبقى حاجه مالها متوسطه، بيسموه سمول او صغير يعني. لكن في بقى خوازيق صغيره جدا بتبقى من 4 بوصه لكام؟ ل 6 بوصه. عارف يعني 4 بوصه؟ يعني 10 سم. تخيل خازوق القطر بتاعه 10 سم او 15 سم. ده طبعا ما بيشيلش، ده بيبقى معمول ليه اساسا؟ بيسموه حتى يعني ايه ريبيرد بايل، يعني خوازيق لمين؟ للاصلاح بعض البعض الايه المنشات القديمه. وفي طبعا عندي الروت ايه بايل او اللي هو الخوازيق بتاعه الجذور، ودي بيبقى شكلها مالها ريكتانجل، ودي برضك غالبا في الريبير. لكن احنا برضك عشان نتكلم في الشغل بتاعنا في الترم ده غالبا هنتكلم على يا اما اللارج بايل يا اما السمول دايمتر بايل. شكرا.